السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس محمد عبد العظيم، ونواصل حديثنا عن الـ Process Safety Management. كنا قد انتهينا في الفيديو السابق من استعراض الـ OSHA Process Safety Management Standard Elements، وكان الفيديو الأخير عن الـ two elements number 13 و 14. ووعدناكم في هذا الفيديو بالحديث عن الـ CCBS Process Safety Management. فما هو الـ CCBS Process Safety Management؟ في الحقيقة الـ CCBS هو اختصار لـ Center for Chemical Process Safety، والـ Center for Chemical Process Safety ده مركز قام بإنشاؤه المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين الـ AICHE American Institute for Chemical Engineers. قام بإنشاء هذا المركز لسلامة العمليات الكيميائية في عام 1985، وذلك بعد كارثتين كبيرتين حدثتا في الصناعات الكيميائية سنة 1984، وهما حادثة انفجار واحتراق خزانات LPG في المكسيك في مدينة مكسيكو سيتي، وراح ضحية هذا الحادث من حوالي 600 إنسان. والحادثة الأخرى المشهورة وهي حادثة تسرب الغاز السام ميثيل أيزو سيانيت بمصنع المبيدات الحشرية التابع لشركة يونيون كاربايد بمنطقة بوبال في الهند، والتي راح ضحيته أكثر من 3000 إنسان. في هذا الوقت، وكما ذكرنا في الفيديوهات السابقة، الحكومة الأمريكية كانت قد كلفت الوكالة الأمريكية للسلامة والصحة المهنية أوشا بإنشاء وتطوير معايير إدارة سلامة العمليات الـ Process Safety Management Standard لإلزام الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيميائية والبترولية بتطبيقها بغرض منع مثل هذه الحوادث الكارثية، ونحن تكلمنا عن هذا الستاندرد في الفيديوهات السابقة. في نفس الفترة الزمنية تم إنشاء مركز سلامة العمليات Center for Chemical Process Safety CCBS بواسطة المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute for Chemical Engineers، وتم تكليفه بتطوير ونشر المعلومات التقنية التكنيكال انفورميشن لاستخدامها بواسطة الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيميائية والبترولية لمنع حدوث الحوادث الكارثية. تم دعم هذا المركز من قبل أكثر من 150 من الرعاة العاملين في صناعة العمليات الكيميائية والبترولية، والذين قدموا للمركز الدعم المالي اللازم والدعم والتوجيه الفني للجانه الفنية المختلفة. وكان المنتج الرئيسي لأنشطة المركز هي سلسلة من الإرشادات الجايدلاينز لمساعدة الشركات
التي تطبق وتنفذ العناصر المختلفة لإدارة سلامة العمليات الـ Process Safety وأنظمة إدارة المخاطر الـ Risk Management. فكان هذا الإنتاج في صورة كتب أنتجها هذا المركز. كان الكتاب أو المنتج الأول سنة 1989 تحت عنوان Guidelines for Technical Management of Chemical Process Safety، وكان المنتج الثاني سنة 1992 تحت عنوان Plant Guidelines for Technical Management of Chemical Process Safety. نلاحظ أن المنتج الثاني 1992 ده نفس السنة اللي أصدرت فيها أوشا الـ Process Safety Management Standard الخاص بيها، واللي تم تطبيقها في الشركات الأمريكية. في نفس العام كان الـ CCPS كان أنتج المنتج الثاني لي تحت عنوان Plant Guidelines for Technical Management of Chemical Process Safety. بعد 15 سنة من هذا التاريخ، ومع اكتساب الخبرات في التطبيق، كان أوشا تم تطبيقه، الأوشا ستاندرد كان تم تطبيقه، فبعد 15 سنة من بداية التطبيق، ومع الاستفادة من التجارب الناشئة من التطبيق، أنشأت أو أصدرت أصدر مركز CCPS كتابه الثالث، وهو Guidelines for Risk-Based Process Safety. ده كان سنة 2007. ده Risk-Based Process Safety هو ده الابروتش اللي إلى الآن تم تطويره، وإلى الآن كل الشركات تقريباً بتستخدم هذا الفريم ورك للبروسيس سيفتي مانجمنت. وذلك لتعزيز التميز في إدارة سلامة العمليات البروسيس سيفتي مانجمنت اكسلنس، ولتعزيز التحسين المستمر في جميع أنحاء الصناعات الكيميائية والبترولية الـ Continuous Improvement، أنشأ المركز إدارة مركز إدارة سلامة العمليات أنشأ مركز إدارة سلامة العمليات الكيميائية CCPS، أنشأ مبادئ وإرشادات سلامة العمليات القائمة على المخاطر Risk-Based Process Safety RBPS كإطار framework للجيل التالي من إدارة سلامة العمليات للـ Next Generation of Process Safety Management. بيقوم المنهج العلمي للـ RPPS على أساس أن الأخطار hazards والمخاطر risks لا تتساوى، وبالتالي فإن هذا المنهج العلمي بيدعو إلى ضرورة تركيز المزيد من الموارد more resources على الأخطار الأكثر أهمية والمخاطر الأعلى. يقوم المنهج أو الأسلوب أو الفريمورك الخاص بالـ RPPS الـ Risk-Based Process Safety على أربعة ركائز أو أربعة قواعد تأسيسية Foundational Blocks. هذه الأربع Foundational Blocks هي كالتالي: القاعدة الأولى أو الركيزة الأولى commit to process safety، الالتزام بسلامة العمليات. القاعدة الثانية أو الركيزة الثانية
فهم الأخطار والمخاطر understand hazards and risks. الركيزة الثالثة إدارة المخاطر manage risk. الركيزة أو القاعدة الرابعة التعلم من الخبرات والحوادث السابقة learn from experience. هذه الركائز التأسيسية الفاونديشنال بلوكس يقوم عليها 20 عنصرا تتمثل بأعمدة بيلر إليمنت كما يوضح ذلك الشكل التالي. كما هو واضح وكما هو يظهر بالشكل التوضيحي يظهر الأربعة قواعد أو الأربعة ركائز في الأسفل بتمثل القواعد الأربعة التي يقوم عليها الـ Risk Based Process Safety. القاعدة الأولى إذا نظرنا أمامنا على الشكل الذي أمامنا Commit to Process Safety الالتزام بسلامة العمليات، ويقوم على هذه القاعدة خمسة عناصر تمثل بأعمدة Pillar Elements. والقاعدة الثانية هي Understand Hazards and Risk، ويقوم على هذه القاعدة عنصران. والقاعدة الثالثة هي Manage Risk، ويقوم على هذه القاعدة تسعة عناصر، وهي القاعدة الأوسع في بناء الـ Process Safety Management System. والقاعدة الرابعة هي Learn from Experience، ويقوم عليها أربعة أعمدة Pillar Elements أربعة عناصر كما يظهر بالشكل. هذا الفريمورك هو الهيكل المكون للـ Risk Based Process Safety. وإذا ما استعرضنا معا وباختصار مكونات الفريمورك الخاص بالـ RPBS سوف نميز العناصر الجديدة التي قدمها CCBS في هذا الفريمورك وليست موجودة في النموذج أوشا لإدارة سلامة العمليات، سوف نميزها باللون الأحمر. نجد أن الركيزة الأولى الـ Commit to Process Safety أو الالتزام بسلامة العمليات، وتحتوي على خمسة عناصر هي كالتالي: ثقافة سلامة العمليات الـ Process Safety Culture، ده الإلمنت الأولاني. الإلمنت الثاني الـ Compliance with Standard، التوافق مع المعايير مع المعايير الهندسية والمعايير الإدارية الستاندردز اللي موجودة في الصناعة. الإلمنت الثالث الـ Process Safety Competency، كفاءة سلامة العمليات. الإلمنت الرابع الـ Workforce Involvement، مشاركة القوى العاملة. والإلمنت الخامس الـ Stakeholders Outreach، التواصل مع أصحاب المصلحة. فنلاحظ أن الثلاثة من الخمسة من الخمسة عناصر هي عناصر جديدة غير موجودة في صيغة أوشا للـ Process Safety Management، أو غير موجودة في الفريمورك بتاع الخاص بأوشا Process Safety Management، وهم الـ Process Safety Culture والـ Process Safety Competency والـ Stakeholder Outreach.
إذا ما انتقلنا إلى القاعدة الثانية الـ Understand Hazards and Risk، والتي تحتوي على عنصران وهما الـ Process Knowledge Management، الـ Process Knowledge Management، والعنصر الثاني الـ Hazard Identification and Risk Analysis. الـ Process والعنصران يوجد مثيل لهما في الأوشا Process Safety Management. العنصر الأول هو عنصر إدارة المعرفة بالعمليات، والذي يقابله الـ Process Safety Information، والعنصر الثاني تحديد الأخطار وتحليل المخاطر Hazard Identification and Risk Analysis، والذي يقابله الـ Process Hazard Analysis في OSHA Framework. إذا ما عدنا إلى القاعدة الأولى ونظرنا إلى الـ Two Elements اللي لهم نظير في الـ OSHA Standard، لو الكومبيلينس ويز ستاندرد، فهو بيناظره البروسيس سيفتي انفورميشن ايضا، والورك فورس انفولفمنت بيناظره الامبلويي بارتيسيبيشن. القاعده الثالثه وهي القاعده الاوسع في الـ CCBS Process Safety Management، الـ Manage Risk. إذا ما انتقلنا إلى هذه القاعدة الثالثة أو الركيزة الثالثة، تحتوي على 9 عناصر، هي كالتالي: إجراءات التشغيل الـ Operating Procedures، ويقابلها في الـ OSHA Standard نفس المسمى Operating Procedures أيضا. العنصر الثاني وهو الـ Safe Work Practices، ويقابله أيضا الـ Operating Procedure والـ Hot Work Permit في الـ OSHA Standard. Safe Work Practices. العنصر الثالث الـ Asset Integrity and Reliability، ويقابله الـ Mechanical Integrity، وهو يتحدث عن مدى اكتمال سلامة الأصول وموثوقيتها. العنصر الرابع وهو تحت عنوان Contractor Management، إدارة أعمال المقاولون، ويقابله في الـ OSHA Standard عنصر تحت نفس العنوان Contractors. العنصر الخامس وهو الـ Training and Performance Assurance، وضمان جودة التدريب والأداء، ويقابله في الـ OSHA Standard عنصر يسمى Training. العنصر السادس من الركيزة أو القاعدة الثالثة المسمى بالمانج ريسك هو المانجمنت اوف تشينج، ويقابله في OSHA عنصر تحت نفس المسمى المانجمنت اوف تشينج، إدارة التغيير. العنصر السابع يسمى الاوبريشنال ريدنس، الجاهزية للتشغيل، ويقابله في OSHA Standard كما نتذكر الـ Pre-Startup Safety Review PSSR. العنصر الثامن وهو الـ Conduct of Operations، وهو تسيير العمليات، وهذا العنصر هو عنصر جديد غير موجود في الـ OSHA Standard. العنصر التاسع
وهو الـ Emergency Management، إدارة الطوارئ، ويقابله في الـ OSHA Standard كما نتذكر الـ Emergency Planning and Response. إذا ما انتقلنا إلى القاعدة الرابعة والأخيرة في الـ Risk-Based Process Safety، وهي تحت عنوان Learn from Experience، وتتكون من أربعة عناصر. العنصر الأول Incident Investigation، تحقيق الحوادث، ويقابله في OSHA Standard عنصر بنفس المسمى Incident Investigation. العنصر الثاني Measurements and Metrics، القياسات والمقاييس، وهذا العنصر غير موجود في OSHA Standard، وهو خاص بعمل مقاييس معينة لقياس مدى كفاءة برنامج عناصر برنامج الـ Risk Based Process Safety، وسوف نتحدث عنه في فيديو قادم إن شاء الله. العنصر الثالث تحت عنوان Auditing، التدقيق، ويقابله في OSHA Standard Compliance Audits، أو تدقيقات الامتثال أو تفتيش عن مدى الامتثال للستاندرد الريسك البروسيس سيفتي مانجمنت ستاندرد. العنصر الرابع وهو المانجمنت ريفيو اند كونتينوس امبروفمنت، المراجعه والتحسين المستمر، وهو عنصر جديد ليس له نظير في OSHA ستاندرد. وهذا هو العنصر الاخير من العناصر العشرين التي تكون الـ CCBS Process Safety Management Risk-Based Process Safety. وسوف نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم لشرح بعض النقاط الجديدة والغير موجودة في الـ OSHA Standard، سوف نشرحها ببعض التفصيل. ونشكركم على المشاهدة، ونلقاكم قريبا في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.